شو يعني كلمة دير بالك على حالك بالأردن؟ يعني معناها إنه بلاش ما بلاش فيك أو هيك، فاهم علي كيف؟ اختصرني بلاش أضربك. دير بالك على حالك صح؟ إيش يعني دير بالك على حالك؟ يعني دير بالك من الناس بس هيك؟ آه ولا شو؟ دير بالك على حالك. آه دير بالك على حالك، يعني في مرات دير بالك على حالك تهديد. هاي أيوة عمل لي هاي اللي حسن قول لي مثلاً أنا محمد. دير بالك على حالك يعني بدي أكسر لي. طب دير بالك على حالك، شكل الزلمة هو مش تبع مشاكل. مو مش ضروري انه كل شيء مشاكل، يعني عادي بتقدر تحكي باي صفه. دير بالك حالك. انا عارف هلا اذا بدي اساله ادخل على المشاكل العائليه اللي بتصير معي يوم الجمعه راح يحكي لي ما في مشاكل، بس راح اساله بالاردني لما شاب يحكي لك دير بالك على حالك. دير بالك هاي دواوين معناها على الفورس بورجيك. تعال عم بدي اياك او بدي اياك لو سمحت. لا بديش تضحك. بضحك عليها لانه بناقش فيك. هلا دير بالك على حالك. يعني دير بالك على حالك يعني دير بالك على حالك. هي لا مش لا بلا بتعرفوا بعض اكيد صح؟ لا بعرف. اكيد دير بالك على حالك. طيب اسمعوا، شو المشاكل اللي بتصير يوم الجمعه بالبيت بس تكون كلكم موجودين متجمعين؟ هاي تكال متجوزين. انت مش متجوز؟ اي حب شفت ليش يكون الطبيق مش عاجبك او بتاخر. حسب الطبخه، يعني الطبخه بتكون انت بدك يوم منسف او شيء. انا كل واحد بيشتغل معه. يعني اغلب المشاكل يوم الجمعه بجوز عشان طبخه ما عجبهاش ابوي. ما انا كنت قاعد بحكي تيجي بتفتح شباك امي مين مش امك اكيد، وبتحط بخور وش كمان جوقة الغاز ما بتخلص ليوم جمعه. لما تكون مروح من طلعه وتكون الدور على الحمام مثلا. ما علي تكون الدور على الحمام، تلاقي الاب اصحوا من الصبح بدنا نفطر مع بعض. صح. يلا صلاه الجمعه واحنا بنكون مشغولين زيك. مثلا بنطلع رحله مع الحج الا ما يصير مشاكل. وين السياخ؟ وين الكانون؟ الكاز؟ الحطب؟ الفحم؟ انا بدي اركب على الشباك، انا بدي اركب هون. المشاكل هاي يعني في مشكله بتكون من الولد مش نايم، يعني مش نايم بكون تاع صاحبته شو اصحى تتخانق مع المره، ليش مصهريته لحد الان؟ ليش منيميته بكير؟ انا طبعا موظف وبعد الدوام بشتغل على التاكسي، روحت من دوامي بدري فكنت جايب فطور وجاي، روحت برن على ابني الكبير بقول له قوم افتح لي الباب وتناول مني الفطور، قال يابا صرت مروح الساعه 8، قلت له يابا انا طالع من الفجر، اللي هو بقول لي طب انت شو بدك فيه؟ قلت له ابني طبعا هو بيحكي معي وهو نايم، بقول لك قوم هيك نرفز على التليفون. الطبخه اللي بدك اياها بتكون منسف؟ منسف، انا بحب الجمعه منسف اكل. هاي الطبخه لابد عنها. هاي قبل يومين ليش؟ مشكلت مع واحد في المدرسه وقال لي دير بالك على حالك. شو عملت له؟ خليت المدير يمسك وهو بدخن.